السلام عليكم، حياكم الله يا ملزلزين في الحلقة 17 من The Last of Us. خلونا نكمل. وعندنا الحلقة هذه بيصير فيها انتقام، أشد انتقام من ديفيد وأخوياه الزلايب. يا ويلكم، الذيب صحة، الذيب لا من صحة تالي الليل يبحث عن الطرايد والغنايم اللي محد كسبها، جاك شعر المحاورة. سلامات، هذا إلى الآن في أثر الإصابة. عوافي الذيب، ما شاء الله. هذا البيت اللي كانوا ساكنين فيه إيلي وجول، ممتاز. من هنا نطلع؟ طيب بشوف دقيقة الغرفة هذه بس. ها الكراج يا ولد. يبوني اتعالج، ايش رايكم؟ يلا نتعالج. دقيقة. بس. خلونا الحين نختار القوس، لأن القوس صراحة عجبني. لما استخدمته مع إيلي طلعت له نتائج كثيرة. إيلي! هنا تصوت يا خبل، ما حولك أحد. البنت عند الرخمة هذاك ديفيد. زين يا ديفيد، صير خير. هو الله يستر. Where is she? يخرب بيتهم. حياكم الله يا شباب. نبطين عنكم يا ولد. شو اخبار خويكم ديفيد؟ ابشرك بخير. لا لا، خليك هنا، خليك هنا عند خويك عشان نحرككم مع بعض. ايوه تفضل يا ورع. السلام. يلا يا ورع. شوف الكلاب، ايش فيهم؟ راحوا، خافوا مني. قالوا الذيب، الذيب جانا يا عيون. متعطش للقتل كمان. ها وينهم؟ شفتك يا تعبان. خلوني اندس ورا هذه. كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثة. زين في واحد كان بيحطب هنا بس ما مدى. يمديني اضربهم من هنا؟ تصدقون يا شباب يمديني، بس لازم اقنن صح عليهم. راح علي. متفاجئ انت بالموضوع صح؟ لا. ايوه ايوه ايوه، هذا يمديني، هذا ان شاء الله. نعم، اسدح ابو. اغبياء ترى ما يشوفوني هنا. لا لا، هنا يشوفوني. بي شوف الغبي، احلى شيء ما يشوفونك هنا، يعني مديك تلعب عليهم. يلا يا ورع، وانت بعد تعال انثبر. خلاص الحين ما بقى الا واحد، او يمكن قتلتهم كلهم ما ادري. يا ويلكم من الذيب. هيا المخفات، ايش تسوى عليكم؟ هم ثلاثة، انا سدحتهم خلاص، اعطيتهم السادوحية. هلا والله، شكرا شكرا. ما يمدينا ندخل من هنا والله، شكله ما يمديك، فخلونا نطلع. عاصفة ثلجية يا شيخ. ايوه. يا ورع، خرب بيته.
كفو. يا ويلكم. تعال معي. You wait here. Now, the girl, is she alive? What girl? I don't know no girl. Fuck! Focus, right here, right here. I'll pop your goddamn knee off. The girl. She's alive. She's David's newest pet. Where? In the town. Now you're gonna mark it on the map. And it better be the same exact spot your buddy points to. Mark it. It's right there. You can verify it. Go ask him. Go on. I tell you. I ain't alive. Fuck you, man. He told you what you wanted. I ain't telling you shit. That's all right. I believe him. No, wait! Wakey. Come on. Let's go! I warned you. I'm infected. Really? So are you. Right there. Roll up my sleeve. Look at it. I'll play along. What'd you say? Everything happens for a reason, right? What the hell is that? She would have turned by now. It can't be real. Looks pretty fucking real to me. هيا الكلب يبي يقطع لي قطع صغيرة. بسرعة يرمي الكلب. أوه مريض هذا. وينك يا جول؟ وينك تشوف شو اللي صاير في إيلي؟ إن شاء الله عشان نوحد قوانا. هذه ما معها سلاح بعد. خاف يجي ذا الكلب. دقيقة بسد فيها الباب. أيوة تعال إذا بك خير. ها أيوة شفتوها الكلب. ديفيد يقول اني ان شو اسمه ايلي مصابه. يا تعبان. ها يا ليل هذا وش جابه هنا؟ تعال 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 تعال. خلاص بروح. لا ما تروح. زين معك مسدس. ايوه في احد؟ ما اشوف شيء. اوه
كاني لمحت احد هناك. انا اشهد في احد. ايش يسوي ذا؟ لا لا قال له يدورني الحين يعني. تعال بزعلك. تعال يلا. يا ساتر. هم اثنين. طيب ولا حركة. وين الثالث؟ شوفوا هذه إيلي. إيلي سوت فيكم كذا. جل شون جول. فكروا فيها يا شباب. نصيحة تراجع زين. الذيب جاي بالطريق. خلونا ندعس بس. نعم نعم اني ما اشوف شيء ولكن نحاول قدر الامكان. يا الخسيس. احاول اني اشوف عن طريق الرؤيه هذه. اذا ما قدرت خلاص طحوا علي. ايش في ايش في ذا؟ وين راحت البنت هذه يا اخي؟ تبي تعرف؟ حياك الله حياك الله يا الغبي. بالله ابي اغبى من كذا. خلاص خلاص. لا لا انذبل. خلوني اشوف مسدسي. ما معي الا طلقه واحده. حرام. في احد؟ في. يا ساتر. خف. ضرب القاضية حيث لا مجال للرحمة. وين خويك الثاني؟ أيوة جاك الموت جاك الموت. أيوة أيوة ورا الونيت. أيوة قد يسعد لي هالصباح. تشوفين انت الوضع ما يطمن. قن قن قن. Have a real situation here. Yeah, yeah, yeah. We already have a situation. We're gonna take care of it. لا تضرب لا تضرب. الله عليك. لا لا لا. اطلع تعالج بسرعة. حلو تعالجنا تطببنا. شوف الشباب اللي هناك خايفين. خلهم خايفين حنا بنطلع. مع السلامة يا شباب. مع السلامة يا شباب. أدري إنكم تكاتفتوا على بنت ضعيفة مسكينة. ها إيش فيها النغمة طلعت بعد؟ أنا ما أشوف شيء حبيبي. والله ما تشوف شيء. ها وين هذا بعد؟
خاف والله فيني. بنوته صغيرونه حرام عليكم. يا ولد وين نروح حنا؟ ها؟ زين الحمد لله بشركم لقينا مكان. ابتعدنا عن العاصفة الثلجية هذه اللي ما تشوف منها شيء. يا سلام وش يطلع المكان هذا؟ ما ندري. واضح ان هذا مو واضح اكيد انه مطبخ وفي حاطين فيه ما شاء الله وش السالفة؟ شكلهم بيدخلون علي هنا بيقوم بتباقس هنا عاد نشوف من يفوز على الثاني. لا لا فل فللنا الشطورة الأمورة فللت خلاص. ليش كذا الصحون مكسرة؟ في باب هنا وش السالفة؟ نطلع من الباب. يا ولد How did you do it? شلون طاح علي ذا؟ يا خرب بيتك. It's all right. يا لوقي. Nowhere to go. شوف الكلب. ايوه. اشتبي. I know you're not infected. No one that's infected fights this hard to stay alive. تخسي والله اني مصاب. I gotta get those keys. شلون الحين؟ موجودة موجودة إيلي. Had me back there. تعال تعال. For a second, you shook my face. تعال يا ورع. تهايط علينا. That was good, kid. إيش في ذا عصب؟ Gonna be all right. يا ساتر. السيف الأملح. هد أعصابك هد أعصابك يا ولد متأسفين خلاص ما نتعودها. طلع السيف الأملح والله اللي ما يمزح. There you are. There you are. يا ولد ذا ما يمزح. سيفه معه ومسدسه معه. وأنا بنية صغيرة. ها؟ شفيك شفيك؟ لا يا شيخ. حرام عليك. ايوه ايوه شاطر. تعال يا ورع خذها في خصرك. عصب عصب قمي عادي قمي عادي. العداء ديفيد العداء انا اسميه. بيته على بيت بيته. والله انك مريض مريض نفسي بعد. تحط عقلك في عقل بنت صغيرة يا ناس بالله يعني هلا ما شفناه بالعقل عرفناه بنت صغيرة. وش فيه يا ولد المطعم بينهد فوق روسنا وحنا نتصارع هنا. يا ولد خلنا نتفاهم برا تعال اطلع برا. وينك يا جهول وينك وين ايامك يا شيخ. وين راح هلوقي ذا؟ ايوه سميت هلوقي انا. ايوه شفتوه شباب معطي ظهره شلون الحين بجي من ورا كيف؟ ايوه شلون شفتني؟ يا شيخ ابعد اضرب اضرب هذا انت طقوع. شو تسوي شو تسوي يا ولد؟ خاف يفاجئني الكلب. ما ادري وين فيه. ها هذا هو الكلب. لا 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 حرام عليك حرام عليك حرام كنت بجي لا
يلا مرة ثانية. آه المطعم طاح فوق روسنا وانت تلعب. وينك في يا حلو يا ملزلز؟ لا يخسي ما هو ملزلز. شفته 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 شباب شفته معي. تلفت تلفت تلفت. ايه حركته زايدة، عنده حركة زايدة. ايوه يبيلها هي مشي خفيفة كذا. هو نظامه ايوه ايوه مشي خفيفة كذا. سلام. لا يا عمي تحرك. شوف شوف وين راح، عنده حركة زايدة. معليش معليش يا طيب. يلا يلا عدها لنا هالمرة. هذي لا تكحين بعد، تكحين لا تكحين. كحك شفتوا يا شباب شفتوها الأجرب. لا ليش تحركت؟ المفروض انك ما تحركت يا شاطر، اثبت في مكانك يا ولد. نبي نمسكه ولا قدرنا. ما يطلع. انا يوم ضربته اول مرة ثاني مرة عصب. شلون الحين بجي؟ لازم يروح. ايوه وين راح؟ غلط. ايوه ايوه هنا هنا. تكفين بردي حرتي فيه. تكفين. ها شو اللي صار؟ خلاص. ذيبون وينك؟ صارت معركة من وراك يا شيخ. ما صح هو لما الحين عرف المكان. صح الحين هو رايح له. طيب ما عليك انا ادل المكان. اوه يا ليل عندنا ربع ديفيد ما خلصنا يا ولد. تعال تعال ارقد. نوم نوم يا حبيبي. يا ليل يا ليل الليل. هذه والله النكبة، هذه والله النكبة يا عيال. ما تدري شلون تلعب. حلو حلو. معليش آسف أخطيت. تعال تعال عند حبيبك. تفاجأ الكلب تفاجأ. يا أخي غبي هو. خلاص شفتني إيش فيك كذا؟ عدلت وضعك وصرت تمشي عادي. المفروض يعني انت خايف. خلاص خلى الخوف مره واحده، مو تخاف ترجع. عندك اخويا ولا بس انت لحالك؟ ارقد 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 ارقد. اخوياك كثير يا ولد. بسرعه 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 انت خلص. ايوه بعد في اسهم هنا. شوف شلون ميت هذا يا عمي. ايوه حياكم الله. لا 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 خسي خسي خسي. تخيل اعطيه هذه اتعب وراح حس هذا في الوضع. اوهو علينا يا رعي الشتقن.
في احد وراي. ما انصحك والله، ما انصحك والله، ما انصحك. ايوه حلو. يا ولد يا ولد استريح انت وياه، والله ما عندكم الا الهياط. أضرب في الفأس ما ضرب، استهبل ذا والله يستهبل. عندنا فوق اثنين قناصة، اثنين قناصة مقننين علي، تعرفون التقنين كيف. على قلبي. وين الثاني؟ اخلص. هذا رويسك راس الحصني، سدد له ملزلز ما يتفاهم. الذيب الذيب الذيب، لا نصحه تاني. ايوه يا زين، شبت الضو بس. تدف 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 تدف، لا تمرض يا بعد قلبي. والله انت رجال رجال، مظهر رجال. يا ليلة. ها بغى يشوفنا ذا الخبل. ايوه تعال تعال، ما عليك، ما راح توجعك ابدا، بخليها خفيفة عليك. انك انت حبيب. شفت شلون خفيفة؟ بالله مو خفيفة. اثنين نفرات، احدهم يتقدم، احدهم يتقدم والاخر يتبع، احدهم يطل. مان Get out here. ويقول تعال. أيوة أيوة، والثاني أيضا يتقدم. الأول مات. أيوة، الثاني بجي غدرة. أوكي، إيش معنى هم يغدرون وأنا ما غدر؟ بالله عليك مش معنى. يعني الغدر. الغدر حرام عليهم، حرام علي. لا عاملهم في نفس الطباع انا ابدا ابدا. تعال جيب السهم اللي عليك، سهمي حقي. قن قن قن، شو الجرس ذا الحين اللي يضرب؟ قن قن قن. يا ولد ضعنا، الطريق وين صديق؟ ايوه، وين دخلنا فيه؟ ها شنطة إيلي. اي والله يا الله مسكين. الله يستر. يا ساتر. ان شاء الله ان شاء الله نحصلها، بس انت تماسك نفسك يا ولد، انت الذيب. هي ضعيفة راحت، ادري هي الحين عند الوسخة ذا حبيبي. اوه المطعم احترق، المطعم اللي فيه ايلي. ايلي سلامات. هي الخسيس ايها النتن، قاشين طبايعك. والله اني ما ارتحت. ايش فيها ذي؟ سجدت وش بلا كذا؟ تحكم فيها؟ زين. تبي تاخذ السيف الاملح؟ تكفين خذيه وذكي. تكفين يا هيلي. مدري احس، يعني انا ما ودي احرق بس احس. تركني ليش؟ احس ان جو رفيق. نفس حركات الافلام. يا الكلب يا التعبان. زين امشي انت بعد، امشي تتزحر. Just not your style is it? You can try begging. ما انت رجال، والله انك ما انت رجال.
Think you know me? Huh? Well, let me tell you something. You have no idea what I'm capable of. Uh-huh. A Sif. السيف الأملح. فصل الربيع. هذا الغزال اللي صدناه. Did you hear me? No. What? Look, hospital. Mustache. This is where we get off. Let's go, kiddo. يلا مشينا. هي الظاهر انها تتذكر ام شافت الغزال تذكرت المروح. Feel that breeze, huh? David. I tell you, on a day like this, I just sit on my porch. ما هو رجال استقوي على بنت. Pick away my sex. تحط راسك في راس بنت. Yeah, once we're done with this whole thing, I'm gonna teach you how to play guitar. هو لو واجهني بيزعل. I reckon you'd really like that. يلا خلينا يا ما شاء الله الجو رهيب والجو جميل والطيور تطير وكل شيء جميل. ربيع يا الله يا رباه. عاد الحين نشوف وش عندنا ما عندنا. يا سلام كل شيء عندي كامل ما عدا شو اسمه شنو المقص. مقص محتاج مقص. وش هذه صورة؟ يا ساتر شكل صورة العائلة اللي هنا حرام ماتوا. يا اخي اللعبة قسم بالله رهيبة ودك يسوون منها جزء ثاني. المشكلة اني انا سمعت ان مطورين اللعبة قالوا انهم ما راح يسوون جزء ثاني. صراحة هي حلوة ومي حلوة بنفس الوقت. ها دقيقة دقيقة نسولف معها. Go on, tell me about it. So I'm on this big plane full of people. Everyone is screaming, yelling because the plane's going down. أيوة. So I walk to the cockpit. حالة منها في طيارة. The door, there's no pilot. أه? I try to use the controls, but. ما تعرف تتحكم في الطيارة. And أيوة. Right before we crash. قبل لا يصير الحادث قمت من النوم. I've never been on a plane. حل مانع حل من يروع. حنا عندنا لا إذا حلم يروع ما نقوله لأحد. افضل ترى صحيح كلمتهم صحيح. بالنسبه للصغار اللي يتابعوني اذا عندك حلم يعني حلم تحس انه مو زين لا تقول يا اخي خلاص تعود من الشيطان ان شاء الله ما يصير لك الخير. طيب وين المستشفى وين المستشفى؟ كم سجلين الحين another abandoned quarantine zone حوالي 25 دقيقه. Here's that hospital the Firefly mentioned. Okay, هذا المستشفى اللي فيه Fireflies. انزلي. طيب. فليش ما بهم انا يسوي يعني ليش مو حلو انهم يسوون جزء ثاني له؟ لان اذا بيسوون جزء ثاني خوفك انهم يسوون احداث قصه جديده وهذا الشيء ما هو زين بالنسبه للسلسله ممكن تخرب ما تنجح يعني. Thing all right? Yeah, I'm fine. Yeah, you just kind of seem extra quiet today. Oh, sorry. No, it's not. البنت ذبحتها التفاكير يا شباب.
توك صغير يا أخي، بدري على الهموم والتفاكير. إيش بوسترات الأفلام هذه؟ ها؟ Well, we could use that ladder. سلم. حنا لعبتنا من بدينا وهي كلها سلم في سلم. يلا. Here we go. تعالي. ها؟ إيش في ذا؟ Ellie. Ellie. What? شفيها ذي. Come on. انفح يا ذي. خلاص هي. ديفيد مات. والله. صديق ما في خوف ها؟ تعالي تعالي اطلعي. حياكم الله يا ملزلزين، جالس اسجل حلقة 17. ملزلز. Oh my god. What is it? ايش في هذه قطة السلم راحت؟ هي. Ellie. سلامات. الحق الحق على البنت الحق الحق. You gotta see this. وشو؟ شافتي. ما في شيء تعالي. I don't see anything. What the hell is? من جد؟ ها؟ إيش هذا؟ انتبه انتبه. يلي. Are you kidding me? ها؟ وش هذا العملاق؟ كأنها زرافة. وين يا بوي؟ ها؟ زرافة. غريبة. تعالي تعالي شوفها تركض متحمسة. اوه you see this؟ يا الله جلسة ترعى. Don't scare it. I won't. لا ما راح اخوفها دقيقة. نمتطيها ولا صح ما نقدر. What are you doing? It's all right. Come here. Hey, hurry up. تعال لا تخلي. ما تدري ما تدري. Hey there. So fucking cool. والله رهيبة الحركة. Here, come on, let's go. Slow down, kiddo. Come on. اللعبة كلها أكشن. Hurry up. فجأة تلقى حيوانات زي كذا. لا حاطين لاحظوا الخلفية الموسيقية رهيبة جدا. أيوة. ما شاء الله قطيع من الزرافات. قطيع أنا على بالي زرافة وحدة. يا سلام. نشوف أشكالهم. يا سلام. 5 6 7 7 زرافات. مستانسة. So, is everything you were hoping for? It's got its ups and downs, but you can't deny the view, though. We don't have to do this. You know that, right? What's the other option? Go back to Tommy's. Just
Be done with this whole damn thing. After all we've been through. Everything that I've done. It can't be for nothing. وبعد مشهد الزرافات والكلام اللي قاله جو انه عادي يرجعون لخورتومي لكن ايلي عيت قالت لا نكمل يعني نكمل خلاص البنت طلعت اصمل منك فضحتنا على اخر شيء يلا مشينا بس شوف شو الساعة لعبة طويلة بصراحة اطول من ذئيف الودن ها إيلي I think I found another one of them comics you've been reading. نواع المجلات تفتح لها مكتبة الحين تبيع الحين لا تفتح لها تسوي لها باسطة تبيع المجلات اللي عندها خلاص البنت اغتنت I got something for you. Huh? عندها شيء. Here. تعطيني. Maria showed this to me and I stole it. I hope you don't mind. Maria عطتيها ايوه شوف شني. الصورة هذه مطاردتني. No matter how hard you try, I guess you can't escape your past. Thank you. لا بعد تشكرها. أخوك أعطاك إياها طيب. يعني عشان إيلي أعطتك إياها خلاص عادي. استهبل ذا. شف المدفعية. شف المدفعية يا حبيبي. النفق هذا مكتوب هنا الهوسبيتال من هنا يعني المستشفى من هنا فندعس من هنا في النفق هذا. What do you mean? تعالي تعالي خلينا نطلع بس. والله المكان هذا شكله مكان رهيب. بلاقي فيه انواع الاغراض. تعالي تعالي. انزلي انزلي بس تتزحر هذه هلا ما يمدري اخذها العمر راح اويلي هالعمر راح وقف عبد الله ما تتهور خليها في حلقة 18 يا شباب اسمحوا لي انا طلعت من معارك كثير اروح ادخل في معارك ثاني مرة لا لا لاني بيني وبينكم خلاص قفلنا الحين على 40 دقيقة لا تنسون يا شباب نهاية هذا الفيديو لكليكوه وفافريتوه واكتبوا تعليقاتكم بالاسفل اذا عندكم اراء او اقتراحات بالنسبة للسلسلة اكتبوها لنا تحت واللي يبوني العب الاضافة ان شاء الله راح العبها لكن عندنا إضافة اللي هي إضافة The Evil Within إلى الآن ما لعبناها أدري أني أنا جالس أسحب فيكم يعني أقول بلعب ولا لعبت ولا شيء إلى الآن يعني أنا والله العظيم أحب أركز في شيء واحد إذا لعبت أكثر من لعبة بتشتت خلوني أركز على شغلة واحدة عشان أبدع فيها فقط لا أكثر يلا السلام عليكم نلقاكم على خير.